يحيى الطموح هو شعارنا وليد التزامنا لتمكين طموحات مساهمينا وعملائنا وموظفينا. لقد كان لنا في بنك أبوظبي التجاري نصيبنا من التحديات والنجاحات، وقد تمكنا بفضل الله خلال السنوات الثلاث الماضية من التحول إلى الربحية وتعزيز ريادة البنك على الصعيدين المحلي والإقليمي. نفتخر اليوم بأن نضع بين أيديكم تفاصيل النتائج والأرباح عن العام المصرم 2011، وقد تحققت هذه النتائج والأرباح بدعم من القيادة الرشيدة للدولة ومن مساهمي وعملاء البنك، وكذلك من خلال تفاني وإخلاص فريق الإدارة التنفيذية وموظفيها. اتسم عام 2011 بالعديد من التحديات، حيث فاقمت الاضطرابات والتقلبات من الصعوبات التي عانت منها الأسواق المالية العالمية، وكان لها بعض التأثير على الأسواق المحلية. بالرغم من التحديات الكبيرة في الأسواق المالية، استطعنا في بنك أبوظبي التجاري أن نحقق أهدافنا للعام 2011، حيث وصل صافي الربح إلى 3 مليار درهم مقارنة ب 391 مليون درهم عن العام الماضي، فيما ارتفعت الأرباح التشغيلية قبل تجنيب المخصصات بنسبة 20% لتصل إلى 4 مليار درهم. ومع نهاية العام وصلت نسبة كفاية رأس المال إلى 22.5%، وبذلك يتفوق بنك أبوظبي التجاري على العديد من البنوك في المنطقة والعالم. بلغت نسبة السيولة أكثر من 22%، وتحسنت نسبة القروض إلى الودائع لتصل إلى 113%. جاء الأداء الجيد للبنك في 2011 كنتيجة لتوازي استراتيجية البنك مع البيئة الاقتصادية السائدة والتنفيذ السليم لهذه الاستراتيجية من جانب الإدارة التنفيذية. انخفضت نسبة القروض المتعثرة لتصل إلى 4.6% مقارنة مع 11% بنهاية عام 2010، كما بلغت الاحتياطيات العامة لمحفظة القروض والسلفيات ملياري درهم، أو ما يمثل 1.59% من قيمة الأصول موزونة المخاطر، وهي أعلى من توجيهات المصرف المركزي التي تقضي بالوصول إلى نسبة 1.5% بنهاية العام 2014. انخفض حجم محفظة الاستثمارات في عقود مقايضة عدم سداد الائتمان، أو ما يسمى CDS، من 1.5 مليار درهم بنهاية عام 2010 لتصل إلى 55 مليون درهم فقط بنهاية ديسمبر 2011. ومن أبرز ما يشهد على كفاءة استراتيجية البنك خلال العام الماضي تحقيق ربح بلغ 1.3 مليار درهم من بيع حصتنا في بنك RHB في ماليزيا، مما كان له آثار إيجابية على مستويات رأس المال والسيولة، وبالتالي قامت وكالة ستاندرد اند بورز برفع التقييم الائتماني للبنك. أتممنا بنجاح الاستحواذ ودمج عمليات الخدمات المصرفية لرويال بانك اوف سكوتلاند في الدولة، وأيضاً نجحنا في طرح سكوك بقيمة 750 مليون دولار أمريكي، وهو إصدار السكوك الأول من نوعه لنا والثاني فقط من جانب بنك تقليدي في دول مجلس التعاون الخليجي وبأسعار تنافسية. تخطت الخدمات المصرفية المجانية من بنك أبوظبي التجاري توجيهات المصرف المركزي بخصوص رسوم الخدمات المصرفية للأفراد. حيث قمنا بإلغاء العديد من الرسوم المفروضة على منتجاتنا وخدماتنا كلياً. أثبتت منهجيتنا المتكاملة تجاه خدمات الصيرفة الإسلامية جدواها، وبدلاً من الإزدواجية والتكرار بين العمليات الإسلامية والتقليدية، اختار البنك تقديم خدمة مشتركة قائمة على إتاحة جميع الخدمات والمعاملات
إلى العملاء في مكان واحد. لقد جاء النمو الذي حققته أعمال الصيرفة الإسلامية مشجعاً جداً، حيث شاركت بنسبة عالية من النمو الذي شهده البنك. انطلاقاً من سياسة البنك لتنويع مصادر الدخل وتقديم خدمات عالمية متميزة، مع تركيزنا على دولة الإمارات، ارتأينا الدخول في عدد من الشراكات الاستراتيجية. ومن هذا المنطلق أسسنا ائتلافاً مشتركاً Joint Venture مع Bank of America Merrill Lynch لتقديم مجموعة متكاملة من العمليات المصرفية التجارية لعملاء البنك من الشركات في جميع أنحاء العالم. كما دخلنا مجال الخدمات المصرفية الخارجية للأفراد أو ما يسمى بالأوفشور من خلال افتتاح فرع بنك أبوظبي التجاري في جيرزي. موظفونا أهم مواردنا، ولذلك نفتخر بوصول نسبة توطين الوظائف لدينا إلى 40%، بما يتخطى توجيهات ومتطلبات الجهات الرقابية. ونفخر بتولي إخواننا وأخواتنا من المواطنين وظائف على كافة المستويات الإدارية وخصوصاً العليا. ولقد حصلنا في الفترة الأخيرة على العديد من الجوائز الدولية المرموقة في مجالات حوكمة الشركات والشفافية والإفصاح والتميز في الخدمات المصرفية لعدد كبير من القطاعات. 96% من محفظة القروض والسلفيات لدينا موجهة في اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة. نحن نسعى دائماً إلى دعم قطاع الأعمال في الدولة. لقد انتهينا مؤخراً من وضع اللمسات الأخيرة على استراتيجية البنك للمدى المتوسط، مع الحفاظ على أهدافنا الخمسة الرئيسية: النمو من خلال التوسع في أعمالنا في الدولة، تحقيق الاستدامة من خلال زيادة الودائع، تبني ثقافة الامتياز والكفاءة في كل ما نقدمه من خدمات، وإدارة المخاطر طبقاً لاستراتيجيتنا، وتحقيق النجاح من خلال موظفينا. مسؤوليتنا تجاه المجتمع الذي نعمل فيه تحظى بقسط كبير من اهتمامنا، حيث يسعى بنك أبوظبي التجاري للمشاركة بشكل فعال في العديد من المبادرات المجتمعية، مثل الحفاظ على البيئة والتعليم وزيادة الوعي في مجال الصحة، وذلك من خلال رعاية العديد من الفعاليات والمناسبات الاجتماعية والثقافية، الصحية والفنية والرياضية. استطاع البنك من خلال الجهود المشتركة تحقيق تطلعات المساهمين وتخطي توقعات المحللين. حرصنا على الاستمرار في الالتزام والارتقاء بمعايير حوكمة الشركات، مما منحنا تقدير عدد من المؤسسات المرموقة محلياً وعالمياً. لقد كان العام 2011 عاماً حافلاً بالتحديات، ولكننا وبحمد الله وبتوجيهات مجلس الإدارة وتفاني موظفينا نستطيع أن ننظر إلى المستقبل بتفاؤل، حيث أن البنك أصبح اليوم في وضع يؤهله المضي قدماً والمشاركة في مسيرة البناء والتنمية في دولة الإمارات العربية المتحدة.